كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. علمنا النهاردة هو ابن جزلة. ابن جزلة ده من العلماء اللي عرفوا فعلا يجمعوا ما بين الطب من ناحية والمنطق والكلام من ناحية أخرى. الحقيقة هو من الناس اللي اتعلموا في بغداد، وكنيته أبو علي ولقبه البغدادي. هو عاش في القرن الحادي عشر الميلادي، ودرس الطب على يد الطبيب العشاب، وهو نفسه بهذه الصورة أصبح طبيبا من أطباء الخليفة العباسي المقتدر بالله، كان مهتم جدا بقضايا المجتمع. ابن جزلة لما كان بيدرس، قاضي بغداد أعانه على أنه يقدر يعيش بأنه عينه نساخ في دار الحكمة. دار الحكمة زي ما أنتم عارفين هي المكتبة والأكاديمية الفكرية الكبيرة اللي كان أسسها المأمون في بغداد، واللي تم فيها ترجمة كل الأصول القديمة إلى اللغة العربية بالإضافات العربية الجديدة. ابن جزلة لما كمل دراسات الطب بتاعته أصبح طبيب، كان بيداوي أهله ومعارفه وأصدقائه من غير أجر، وكان بيعتبر أن الطب مهنة إنسانية لمساعدة الفقراء. والحقيقة له في الطب إنجازات كتيرة، منها التخصص في الأمراض الجلدية، وخصوصا علاج أمراض الرأس الجلدية زي التعلبة والقرع وجميع قروح أمراض الرأس، كما أنه له اهتمام خاص بطب الأطفال. ومن إنجازاته أنه حط جداول طبية مفيدة للطلاب في دراسة الطب، ربط فيها بين حالة المريض النفسية والاجتماعية ونوع المرض اللي قد يصيبه. وكانت الجداول دي من أول جداول ربطت ما بين علم الطب وعلم الاجتماع وعلم النفس. ويمكن من أهم مؤلفاته كتاب منهاج البيان، لأن استعملوا هذا الكتاب الحقيقة في ضبط الأعشاب والأدوية والأشربة اللي الناس تقدر تستفيد بيها. وله كتب أخرى على أمراض الرأس، وله تقويم الأبدان في تدبير الإنسان، وده كتاب في الطب العام والأمراض وأدويتها، وكذلك له كتاب في الصحة بالأسباب الستة، وهو كتاب في طرق الوقاية الصحية من الأمراض. ابن جزلة يمثل ذلك العالم الجليل اللي مش بس اكتسب علم ومعرفة كثيرة، إنما طوعها للفقراء في المجتمع. وتوفي ابن جزلة في أواخر القرن الحادي عشر ميلادي في بغداد، تاركا لمن بعده تأسيسا رائعا لما نسميه في عصرنا الطب السريري، اللي يعتمد على العلاقة المباشرة بالمريض، طب إكلينيكي حقيقي بهذا المفهوم الجديد. ابن جزلة الحقيقة جمع بين العلم والخدمة الاجتماعية. ابن جزلة يستحق أنه يبقى في مقدمة علماء المسلمين.